إعلان النظام عن معركة مخالب الأسد جاء الرد عليها من ثوار درعا باسم كسر المخالب، والأرض هنا هي من تتحدث عن النتائج. تم بعون الله صد اقتحام بلدة كفر شمس وتدمير 7 دبابات و3 مضادات وقتل أكثر من 150 شبيح ضمن معركة كسر المخالب. صامدين إن شاء الله. في الريف الشمالي الغربي لدرعا زج نظام الأسد ميليشيا من حزب الله والحرس الثوري الإيراني في محاولات للسيطرة على قرية دير العدس والتقدم باتجاه كفر شمس، وهذا قد جاء لحماية مواقعه في الصنمين من خلال خطوط دفاعية متقدمة. الفصائل المشاركة بدورها نشرت مقاتليها بأسلحة دفاعية مضادة للدروع وأخرى هجومية غير معلن عنها حتى الآن. تم قتل أكثر من 150 شبيح من شبيحة بشار الأسد وأعوانه إيران وجيش اللات الطغاة، وتم تدمير أكثر من 7 دبابات في أسلحة مضاد للدروع وتم تكبيدهم، وها نحن مرابطون في أراضي دير العدس وكفر شمس ولله الحمد. خسائر النظام المتتالية في الجنوب دفعته للانتقال من أسلوب الدفاع عن مواقعه لمحاولات للتقدم باتجاه الريف الشمالي الغربي لدرعا، ليتكبد هذه المرة مجموعة ليست بالقليلة من مدرعاته وسلاحه الثقيل ناهيك عن أعداد القتلى. تم بعون الله تعالى وبنصر منه ولا حول منا ولا قوة بالتصدي لعصابات الأسد وتدمير خسائر فادحة، منها تدمير 7 دبابات وقتل أكثر من 150 شبيح إيراني، والآن نحن مربطون على بلدة كفر شمس ودير العدس. نحن الآن ثابتون على جبهة دير العدس وكفر شمس لصد الجيش الأسدي، وبإذن الله حتى آخر نقطة دم من دمائنا. لم تحسم المعركة بعد، فهجمة النظام جاءت بالحيلولة دون الوصول لأهدافه، فيما يبقى الثوار على الخطوط الشمالية لكفر شمس كما هي دير العدس أيضا، في وقت يعول فيه النظام على إشاعات عن انسحاب الحر من المنطقة، وذلك لبث الطمأنينة في قلوب المؤيدين. باسل أبو يوسف، أورينت نيوز، درعا.